السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات. اليوم إن شاء الله غادي نشرح لكم واحد الموقع أو منصة تعليمية رائعة جدا باللغة العربية، تحتوي على بزاف ديال الكورسات مجانية وطبيعة الحال شواهد معتمدة مجانية. أوكي، على بركة الله نبدأ الشرح. نمشيو المحرك البحث ديالنا ونكتبوا معارف هذه الطريقة، معارف، كليك سيرش، مباشرة أمشيو للرابط الأول الإخوان، مباشرة يدينا الرابط الأول لهذه الصفحة أو هذه المنصة هذه. إذن كما كتشوفوا هذه هي الواجهة ديال معارف. عنا هنا هذه لابار هذه فيها الرئيسية، المكتبة الرقمية وما إلى ذلك، غادي نشرحوها من بعد. أوكي، نبطو شي حاجة. هنا كاين لابار ديال الروشيرش. أوكي، هنا أي مجال بغيتي، مثلا بغيتي تقرا لغة ولا البرمجة ولا التصميم، يكفي أنك تكتب المجال اللي خصك هنايا وتشوفوا واش كاين في هذا الموقع هذا. أوكي، إذا كما كتشوفوا لم يفوت الأوان لتعلم شيء جديد. هنايا عندهم واحد الإعداد ديال السيرة الذاتية، إذا بغيتي مثلا تقوم بإنشاء سيرة ذاتية مجانا، أوكي، يكفي أنك تكليكي على هذه مباشرة، اديك الصفحة اللي تقدر انك دابا واحد السيرة الذاتية بروفيسيونيل بحال هذه كما كتشوفون يا الاخوان. اذا السيرة الذاتية هي اول اتصال بينك وبين اصحاب العمل، كن حريصا فيما تكتب ودقيقا في وصفك لنفسك مع ابراز مميزاتك وقدراتك التي تناسب الوظيفة المتقدم. اوكي، اذا كتكليكي هنايا وكتقوم انشاء السيرة الذاتية مجانا في هذا الموقع هذا. هنا نخليكم نقراو هادشي هذا الاخوان، بعد المعلومات مجدا واحد السيرة ذاتية اللي هي بروفيسيونيل. اذا رجعوا للصفحة الرئيسية، نبطو شي حاجة الاخوان. هنا كما كتشوفوا اشهر الدورات التدريبية، هادو من بين اشهر الدورات اللي كاينين تدريبيين في هذا الموقع ديال المعارف. كورس لتعلم اللغة الانجليزية من الجامعة البريطانية كامل للمبتدئين، شرح انجليزي، كورس ECDL كامل للمبتدئين، شرح عربي وما الى ذلك. هنايا كاين قال لك شارك 3 مليون طالب حول العالم، يعني هذا الموقع هذا يضم 3 ملايين طالب. اذا المسارات التعليميه كما كتشوفوا الاخوان، كاين البرمجيه 3 ملايين ديال الطلاب، هنايا كاين اللغه الانجليزيه 1 مليون طالب، الهندسه 1 مليون طالب كيقراوها، الجرافيكس 1 مليون طالب، تكنولوجيا المعلومات 1 مليون طالب وما الى ذلك الاخوان. كاين الطب، كاين رياده الاعمال، تصميم مواقع، الصيدله كذلك ومثال، علوم الحاسب، التنميه البشريه، العديد والعديد من المجالات، اللغه اليابانيه كذلك الاخوان، تطوير المواقع. اذا اختر مجال وابدا في احترافه. اذا بغيتي مثلا تبدا شاهد جميع الاقسام، حنايا باش نرجعوا لها فيما بعد. اذا كما كتشوفوا هنايا 3.5 مليون طالب يدرس سنويا، 3.5 مليون الاخوان ديال الطلاب اللي كيدرسوا في هذا الموقع هذا، 12000 دوره تدريبيه مجانيه، 600000 دوره اونلاين، 40 مجال تعليمي. اذا هذا الموقع هذا خصب بالدورات الاخوان. احدث الدورات، هذو هما الدورات اللي لات نزلوا حديثين، هذو كاملين فيديوهات الاخوان كما كتشوفوا هنايا. احدث المقالات، كاين مواضيع، مجموعه ديال المواضيع متنوعه فيما يخص البرمجه والتصاميم وما الى ذلك. هنا عندهم واحد بوت في التليجرام الاخوان، اشترك في خدمه معارف بوت، يجلب لك العديد من المصادر التعليميه الهامه من خلال تطبيق تليجرام. اذا عندك تليجرام كتكليكي هنايا كتدخل مباشره التليجرام ديالو. اوكي، هنا كاين الاقسام واشهر الشهادات والصفحات. اوكي الاخوان، اذا رجعوا للاعلى المكتبة الرقمية. إذا كما كتشوفوا الإخوان هذه هي المكتبة الرقمية ديال الموقع منصة معارف. هنايا كاين مقالات، تعليم ذاتي، تعلم اللغة الإنجليزية، بغيتي تعلم اللغة، بغيتي اللغات الأجنبية أخرى، بغيتي تعلم برمجة الكمبيوتر، هنا العديد من المقالات الإخوان. أوكي، هنا كاين العديد والعديد، مثلا بغيتيهم على حسب تصنيف الأقسام، هنايا كتكليكي على هذه كلاطيك هنايا التعليم الذاتي، هادو كاملين مقالات ديال التعليم الذاتي. هنايا تعلم اللغة الإنجليزية، كاملين مقالات ديال تعلم اللغة الإنجليزية. بطبيعة الحال للمزيد من المقالات من قسم التعلم اضغط هنا، كتضغط على هادي باش كيطلع لك مزيد من المقالات حول اللغة الإنجليزية.
اوكي الاخوان. اذا نرجعوا هنا كاين برمجه الكمبيوتر، مقالات على اللغه الاجنبيه، وكاين صفحات اخرى، نخليكم نتوما تقراوا هذا الشيء بيدكم. اذا نمشيو لشهادات معتمده، هذا ما يهمنا الاخوان، هو اننا نقراو ونحصلوا على واحد الشهاده اونلاين لمعترف بها. اذا كورسات اونلاين مجانيه معتمده بشهاده، دورة تدريبية في جميع المجالات سوف تجدها هنا من خلال منصة معارف تعليمية أفضل دروس أونلاين. هنا كاين بعض المعلومات، هنا كاين بعض الأسئلة، هنا كاين بعض الأجوبة على هذه الأسئلة هذوم. هنا أهم مجالات الدراسية اللي تقدر أنك تتبع، كاين برمجيات، اللغة، كاين الهندسة، الجرافيكس، تكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك. هنا كاين عاود كيفية اختيار المسارات التعليمية، مثلا هنا كيوريك كيفاش تختار واحد المسار، مثلا بغيتي شي مسار وانت شك انك تقدر تعطيه فيه، فما عليك انك تطبق هاد النقط هادو اللي تقدر انك يعاونوك باش تختار المسار التعليمي. هنايا اشهر الدورات التدريبيه المجانيه اونلاين بشهاده معتمده، هادو كاملين اشهر الدورات التدريبيه اللي كيدخلوا لهم العديد من الطلاب. كما كتشوفوا كاين بزاف ديال الفيديوز، هادو احدث كورسات معتمده في منصه معارف، هادو كورسات الاحدث كما قلنا. صراحه الموقع غني بالكورسات، غير اللي ما بغاش يتعلم. سبق نعطينا مواقع اخرى، ودائما نبقاو نعطيو فيما يعني اكتشفنا شي موقع جديد نشرحوا للاخوان باش الاخوان كاملين تعمل فائده اليوم. اذا المسارات المعتمده هنا الاخوان كما كتشوفوا خطوات بسيطة تطور حياتك من خلال مسارات تعليمية مجانية. هنايا اختار المسار التعليمي، هنايا مثلا خصك شي مسار انك تخدم تقرا وتدي الشهادة فيه. ومن هنا يا الاخوان كاين تصميم مواقع، الهندسة، اللغات، يكفي انك تختار العديد والعديد من المسارات. كما كتشوفوا الاخوان افضل منصات تعليمية مجانية التي توفر شهادات معتمدة. اذا كتكنا بعض المنصات مثيله بحال هذه معارف اللي كتقدم شواهد معتمده. هنايا خطوات الحصول على شهاده اعتماد منصه معارف، هنا كتعطيك الخطوات كيفاش انك تقدر تحصل على شهادات مع هذا الموقع. هذا يجب عليك اختيار المسار التعليمي من هنا، كما قلنا من هنايا تختار شي مسار تعليمي. يمكنك التعلم في اكثر من دوره، يعني تقدر تعلم اكثر من دوره وتحصل في نفس الوقت على اكثر من شهاده. بعد الدخول للدوره سوف تظهر لك التفاصيل، اضغط على ابدا الان مجانا. ملي كتكليكي على شي دوره كيعطيوك التفاصيل، وملي كتكليكي على ابدا الان مجانا مباشره كيدخلك للدرس. رخصه دوليه لقياده الحاسب الالي SDL، قسم عدد الدروس 67. اذا على سبيل المثال بحال هذه كليك على ابدا الان مجانا، مثلا هذه دوره على سبيل المثال، كليك على ابدا مجانا كتبدا الدرس ديالك. اما كيبان لك واحد الشريط بحال هذا ازرق واخضر، بعد الضغط يمكنك مشاهده دروس الدوره مع الملاحظات الاتيه. الصوره السابقه توضح شريط التقدم في الدوره يكون اسفل كل درس تشاهده، يعني هذا كيكون اسفل كل درس. اوكي الاخوان، هذا ازرق مدة مشاهدة الدرس، وهذا مدة مشاهدة الدورة. يمكنك طلب استخراج شهادة الاعتماد حين يتم تفعيل زر طلب باللون الاخضر كما في الصورة التالية. كما كتشوفوا ملي كتقراو الدورة كيعطيكم هنايا واحد المربع اخضر، دابا مثلا هذه باقي ما قريتوهاش كيكون زر رمادي، هذه مثلا ساليتو الدورة هذه او هذا الكورس هذا، كتك طلب شهادة الاعتماد كتكليكي عليه. الشريط الاخضر في مربع الدورة كما في الصورة السابقة يدل على تقدمك في الدورة، اذا هذا الخط هذا كيدل على انك متقدم في الدورة. نمشيو دورات تدريبية. اذا هنا افضل كورسات ودورات تدريبية معتمدة بشهادات مجانية كما كتشوفوا الاخوان. بغيتو كتكليكي على ابدا الان، يكفي انك تبدا الدورة هذه او لا دورات معتمدة بشهادات مجانية. اوكي نكليكيو على سبيل المثال دورات معتمدة ابدا الان. اذا كليكيو على شي دورة تصميم المواقع. اذا هناك تكون واحد النبذة مع المقدمة،
في بداية الأمر إذا أردت أن تهتم في مجال الويب يجب أن تعلم أن الويب ينقسم إلى قسمين. فرض أن أوكي أنا كأعطيك واحد النظرة عامة الإخوان. إذن إدارة الدوارات، هذو هما الدوارات اللي عندك إنشاء المواقع كما كتشوفوا هنا. أي دورة كما قلنا مي كتكملها كيعطيك ما تستخرج الشهادة ديالها. أوكي على سبيل المثال كليكي على الأولية دورة برمجة صفحات الويب باستخدام HTML CSS CSS بالعربي معتمد بالشهادة. يعني الجميل في الأمر هو أن كاين فيديوهات باللغة العربية اللي تقدر تفهم كل شيء الناس اللي ما عندهاش اللغة الإنجليزية. قسم تصميم مواقع عدد الدروس عندك 17 يوجد شهادة مجانية بعد انتهائك من الدورة. إذن اضغط هنا لمشاهدة مقدمة الدورة ونايا ابدأ الآن مجانا. هذه اللي قلنا ما كتكليكي هنايا كتدخل مباشرة باش تبقى تقرا. أوكي إذن كما كتشوفوا عدد ديال الدروس 17. إذن هذا كل ما في الأمر. نمشيو دورات تدريبية عفوا نمشيو أفضل كورسات. توفر منصة مختلف مجالات وأفضل كورسات مجانية أونلاين. إذن هنا كتك أفضل الكورسات اللي كاينين في هذا الموقع هذا. أوكي الإخوان صراحة الموقع يقدر يستفيد منه العديد من الأشخاص. أوكي الناس اللي باغا تزيد تقرا في المنزل ديالها وتحصل على شواهد مجانية فهذا هو الموقع المنشود أو المنصة المنشودة. عفوا واحد القضية أخرى مش منساهاش، الشهادة ملي كتحصلوا عليها الإخوان بغيتوا مثلا تأكدوا من الصحة ديال الشهادة كتكليكي على هذا كذا وانت حيت مرة كتكليكي على التأكد من صحة الشهادة. أوكي كليكي عليه كديك مباشرة من هذه الصفحة هذه شهادة اعتماد منصة معارف طلب تأكيد من صحة الشهادة. يعني مش دارف واش الشهادة يعني حقيقية ولا مزورة، يكفي انك تكتب الرقم الاعتماد ديالك هنا وتقوم ببحث. اذا ما عطاك مثلا والو في حالة عدم وجود اعتمادك يكفي انك تكتب السيبور اوكي الفريق العمل ديال هاد الصفحة هادي كتب عمر هاد المعلومات اللي هنايا وكتب الرسالة ويكفي انك ترسلها لهم ومن بعد ديك الساعة غادي يتواصلوا معك بالبريد الالكتروني الخاص بك. اوكي الاخوان هادي مهمة كنت غادي ننساها. اذا انا اخوان هنايا كنكون وصلت نهاية هذا الفيديو، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. إذا استفدتوا فما عليكم سوى أنكم تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس الرمادي باش يوصلك جديد القناة. إذا بغيتي أي معلومات أو أي شرح حول الويب أو تطبيقات الهواتف فما عليك أنك تكتب لي في التعليقات. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قريب إن شاء الله.